اهلا ومرحبا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص جبت لكم ايه النهارده. الله، 4 كيت كات، قصدي 3 بطعم مختلف. كيت كات شانكي طبعا، واحده بالبينت باتر اللي هم ايه زبده الفول السوداني، والتانيه فانيليا شوكليت اللي هو الشوكولاته البيضاء، والثالثه دبل كراميل اللي فيها كراميل من جوه. الله، دول فليفرز جديده، طعم جديد من كيت كات، فيهم 4 كيت كات شانكي. هنفتحهم بقى النهارده مع بعض وندوقهم، شكلهم هيكون فعلا طعمهم جامد جدا. بص، اول حاجه هفتح الكيت كات اللي هي بالفانيليا الشوكولاته البيضاء وبطعم الفانيليا كمان، انا بحبها جدا. هنطلع اول واحده منها، هم في 4 كيت كات شانكي جوه، هناخد واحده بس منها ونحطها بقى كده على جنب. بعدين هنفتح بقى اللي هي اللي فيها كراميل، اوكي، ونحطها برضو كده بقى على جنب. وبعدين هنفتح اللي فيها ايه، بينت باتر، زبدة الفول السوداني. الله، التلاتة طعمهم جديد، اول مرة اشوفهم. تعالوا بقى ندوقهم مع بعض النهاردة ونشوف طعمهم هيكون عامل ازاي. هحط بقى التلاتة كده، اوكي، ونفتحهم بقى نجيب. بصوا شكلهم من قريب عامل ازاي. واو، دي بقى الفانيليا شوكليت، ودي اللي هنا دبل كراميل، هنا كيت كات شانكي. بصوا العلبة نفسها كمان شكلها جامد جدا، وهنا بقى اللي بالبينت باتر شكلها برضو حلو قوي، زبدة الفول السوداني. التلاتة هنحطهم كده على جنب، ونجيب بقى الطبق الخشب بتاعي عشان منوسخش الدنيا، وندوب بقى واحد واحد واقول لكم في الاخر ايه رأيي فيهم. هنفتح الاول اللي هي لونها ابيض، حطها بقى كده. بصوا شكلها عامل ازاي. الله، اول واحده معايا اهي، وتاني واحده هي اللي بالكراميل. بصوا فيها 2 بس مش 3 زي الاولانيه. واخر بقى واحده معايا اللي هي بالزبده الفول السوداني، نحطها بقى كده. برضو فيها 3 لكن دي 2 ودي ايه ودي 3. هنقطعهم بقى دلوقتي وندوهم مع بعض. انا متشوقه قوي ومتحمسه جدا ان انا ادوقها. مستعدين؟ ادينا ضغط اول واحده، ودي تاني واحده، ودي تالت واحده. بص تقطع بطريقه سهله ازاي. هنمسك اول واحده اللي هي بزبده الفول السوداني وندوقها ونشوف طعمها هيكون عامل ازاي من جوه. دي شكلها هيكون طعمها جامد جدا، انا متحمسه قوي ان انا ادوقها. طعمها فعلا جامد قوي، عجبتني قوي اللي ايه اللي بالزبده، زبده الفول السوداني. تعالوا كده بقى ندوق اللي بالطعم الكراميل، يكون شكلها طعمها عامل ازاي. واو، بصوا شكلها اللي زبده الفول السوداني من فوق شكلها جامد جدا. تعالوا بقى ندوق اللي بالكراميل او بالوايت شوكليت الاول. بصوا عجباني قوي، تعالوا ندوقها. مستعدين؟ انا هدوقها، اوكي، مستعدين. حلو قوي، بالشوكولاته البيضاء، طعمها فعلا جامد قوي، مختلفة جدا عن زبدة الكاكاو، عن زبدة قصدي الفول السوداني، بس طعمها عجبني قوي. انا بحب اصلا الوايت شوكليت، معمولة من بطريقة حلوة قوي، مش عارفة حاطين فيها ايه، حاجات غريبة كده. تعالوا بقى ندوق اخر واحدة اللي بالكراميل. واو، انا متشوقة قوي، مستعدين. شكلها في الاخر يكون طعمها حلو. اهي بصوا مكتوب عليها دبل كارميل، هاخد منها حتة. الله، انا بموت في الكارميل، طعمها يجنن، عجبتني جدا. التالتة طعمهم حلو اوي، اكتر واحدة عجبتني اللي بالكارميل، فعلا طعمها جميل جدا. واحلى حاجه كيت كات شانكي دي ان حجمها مناسب وكمان بكذا طعم مختلف. الله، عجبتني قوي قوي قوي. قولي بقى يا اصحابي رايكم بقى فيها في الكومنتات، اتمنى يكون الفيديو فسيح عجبكم،
بليز متنسوش انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات عابر الاطفال. وتوحشوني اوي يا اصحابي. باي باي.